السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة الحياة أحلى مع سمسمة. أتمنى من الله أن تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. في البداية بعد إذن حضراتكم يا ريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل جديد. في البداية أحب أنوه أن أسعار الطيور والدواجن والكتاكيت من بورصة مصر ده سعر جملة وأقل من سعر السوق. سعر السوق بيختلف من منطقة لأخرى. إليكم أسعار الطيور والدواجن والكتاكيت من بورصة مصر اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020. سعر كيلو الفراخ البيضة اليوم 20 جنيه، سعر كيلو الأمهات الأبيض 15 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو 24 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 38 جنيه. أسعار الأرانب يتراوح سعر كيلو الأرانب اليوم ما بين 35 إلى 37 جنيه. أسعار البط، سعر كيلو البط البلدي 45 جنيه، سعر كيلو البط المولر 22 جنيه، سعر كيلو البط الفرنساوي 17 جنيه، سعر كيلو البط المسكوفي 28 جنيه. أما عن أسعار الكتاكيت، الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح السعر ما بين 6 جنيه وربع إلى 8 جنيه ونص، الكتكوت الساس عمر يوم يتراوح السعر ما بين 2 جنيه و80 قرش إلى 3 جنيه، والكتكوت البلدي يتراوح سعره ما بين 1.40 جنيه إلى 1.50 جنيه. أسعار كتاكيت البط، كتكوت بط فرنساوي يتراوح سعره من 3.5 جنيه إلى 4 جنيه، كتكوت بط مولر من 8 إلى 9 جنيه، كتكوت بط مسكوفي من 9 إلى 10 جنيه. أسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض يتراوح سعرها من 26 إلى 26 جنيه ونص، كرتونة البيض الأحمر من 27 إلى 28 جنيه، كرتونة البيض البلدي 28 جنيه. أسعار السمان، كتكوت سمان أسمر عمر يوم يتراوح سعره من 2 جنيه وربع إلى 2 جنيه ونص، كتكوت سمان أبيض هجين يتراوح السعر من 2.75 جنيه إلى 3 جنيه، سمان هجين عمر 14 يوم يتراوح سعره من 5.5 جنيه إلى 6 جنيه. في النهاية أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، أتمنى تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل جديد.